ناقص صغير الطائرة الآن مارسيلو لاعب ريال مدريد من زميلي السابق كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر رونالدو صورة له في حساب انستغرام وهو يقضي عطلته في البحر وخلفه المياه والشمس والطبيعة، وكتب عليها هناك خيارا فقط، عليك أن تختار بين شيء أم منظر أم أنا، أترك وتختار المفضل لديك. فرد مارسيلو سريعا على كريستيانو وهو يبتسم بالطبع المنظر.